محمد آل علي مدير إدارة الأنظمة المرورية الذكية في هيئة الطرق والمواصلات. نتحدث اليوم عن مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية هو يعتبر أحد أحدث وأكبر مراكز التحكم المرورية المتقدمة على مستوى العالم والمدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمه وانترنت الاشياء، طبعا يلعب الدور هذا هذا المركز دور حيوي في اماره دبي في اداره الحركه المروريه واداره الازدحامات والتعامل مع الاحداث اليوميه وحالات الطوارئ والفعاليات. طبعا المركز بدعم كثير من التطبيقات الذكيه اللي هي تعمل على تحليل بيانات المرورية الميدانية واقتراح خطط الاستجابة الفورية والآنية، طبعا كذلك المركز مدعم بتقنيات اللي هي التحليل التنبؤي، طبعا تحدد مواقع الزحامات بشكل آني عن طريق النظام وبالتالي القيام بالإجراءات الإستباقية لإدارة الأحداث الموجودة على مستوى الإمارة. مركز دبي للانظمه المروريه الذكيه يعتبر منصه تقنيه متكامله مدعمه بالعديد من الانظمه تربط الاجهزه الميدانيه مثل كاميرات المراقبه اجهزه لهو التعداد والرصد المروري اجهزه قياس زمن الرحله الوذر ستيشن وغيرها من الانظمه الحديثه المتطوره اللي طبعا تجمع المعلومات النظام هذا المتكامل البلاتفورم يجمع المعلومات كلها من الميدان ويحللها ويعطي له الاستباقيا الاجراءات اللازمه وخطط الاستجابه اللي يتم عرضها على اللوحات الالكترونيه المتغيره على مستوى اماره دبي لاداره الحركه المروريه نحن اليوم في في دبي مشروع اللي هو تطوير وتوسعه الانظمه المروريه الذكيه مر على مرحلتين المرحله الاولى اللي هي المرحله اللي انتهت قمنا فيها برفع نسبة تغطية الأنظمة المرورية الذكية في الطرق الرئيسية في إمارة دبي من 11 إلى 60% نحن حاليا نغطي 60% من شبكة الطرق في الإمارة ضفنا طبعا مع هذا المشروع كاميرات مراقبة وصل عددها أكثر من 350 كاميرا أجهزة رصد أعداد مروري تقريبا 227 محطات وذر ستيشن زدنا تغطية شبكة الفايبر أوبتيك ل 820 كيلومتر طبعا المشروع هذا في المرحله الاولى وضع اماره دبي في مصاف المدن العالميه المتقدمه في مجال استخدام التكنولوجيا في اداره البنيه التحتيه وانظمه النقل طبعا المرحله الاولى نتج عنها العديد من النتائج ساهم طبعا المشروع فيه تحسن رصد الاحداث بنسبه 63% تحسين زمن الاستجابه للاحداث بنسبه 30% بالاضافه الى تحسن عندنا زمن الرحله بنسبه 20% عن طريق اللي هو استخدام اللوحات الالكترونيه الذكيه طبعا احنا هون مواكين في دبي دائما نتوسع دائما نحن نطمح ان نكون المدينه الافضل على مستوى العالم في مدى مجال الأنظمة المرورية الذكية راح نتوسع إن شاء الله راح نزيد التغطية من 60% إلى 100% راح نغطي كل شبكة الطرق راح نضيف أنظمة ذكية راح نعزز قدرات الذكاء الاصطناعي الموجودة عندنا وقدرات البيانات الضخمة في اداره الحركه المروريه كذلك نحن ياسين نواكب التوجهات المستقبليه على مستوى اماره دبي والمركبات المستقبليه فنحن ان شاء الله عندنا راح نطبق العديد من التقنيات الذكيه مثل تقنيات 5G تقنيات اللي هي اي تي اس اللي هي تفاعل تقنيات التفاعل المشترك مثل تطبيق اللي هو فيكل تو فيكل وفيكل تو او فيكل تو ايفريثنج او فيكل تو اكس عشان نحن نواكب اللي هو متطلبات المستقبليه ان شاء الله في اماره دبي. طبعا دائما هيئه الطرق حريصه انها تطبق افضل التقنيات في مجال الانظمه المروريه الذكيه والتي تكون تساهم بشكل كبير في خدمه المجتمع في اماره دبي